قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 شهور. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسة قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوة ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفة ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى أذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفة انت حاسة بايه ناحية الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما رح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. انت فاكرة ترنيمة او فاكرة حاجة لما بتبقي قاعدة لوحدك كده بتحبي ترنميها او تتكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكرة ولا حاجة خالص؟ عندي ترانيم. بتحبي تقولي اكتر واحدة انت بتحبيها؟ تبقى صغيرة وقصيرة بس نسمعها منك، ايه رأيك؟ اكو واحدة